باسم خطاب احمد ابو شحاده، حاليا في مخيم بلاطه، الاصل من يافا ومقيم في مخيم بلاطه. شو معنى حق العوده؟ حق العوده بيعني لي اللي هو انا اشي من وانا طفل صغير، من عمري سنه ونتردد فيه اشي يقول لي حق العوده. حق العوده لنا، هذا شغله انه مستحيل نتنازل عنها، بدها تنزرع فينا، وزي ما انزرعت فينا واحنا اطفال صغار حتنزرع في الجيل اللي بعدينا. ما فيش ولا اي مواطن ولا اي حدا بيقدر يتنازل عن حق العوده، وهذا حق لنا ومستحيل اي بني ادم فينا يقدر يتنازل عنه. حق العوده لا يسقط بالتقادم، يورث من جيل الى جيل.